صراحة الحضور نتاعي في هذا المجمع الكبير الغفير، نظنكم تشوفوا بالحضور يعني حضور كبير غفير، لأن هذا يعتبر تأييد وحضوري هنا أنا نأيد سي عبد المجيد تبون، ماذا بيا يخلف العودة الثانية، لأن أنا طبق برنامج كبير ونحى الغبن على القلالين على مناطق الضل. قانون الفنان عمله هو يعني عاون الفنان كثير، ولو مطلب من الشباب والشعب الجزائري راح يصوت بقوة باش يطبق القانون نتاعو، يعني الطبعة الثانية نقول سي عبد المجيد تبون الله يطول عمره إن شاء الله، عاون كثير الفنان وزيد راح يدون التاريخ الجزائري تاريخ الثورة التحريرية، بارك الله فيه. ونطلب من الشباب يروحوا يصوتوا بقوة، والشعب الجزائري يصوت بقوة باش يعاود يرجع ويطبق القانون الثاني، يعني الطبعة الثانية نتاع القانون نتاعو، وبربي إن شاء الله الجزائر ترجع لها المكانة كما كان زمان. واني يعني الفنانين لازم يصوتوا، لأن علاش؟ أني قلت لولا سي عبد المجيد تبون القانون الفنان ما كانش يكون، لولا سي عبد المجيد تبون السينما ما كانتش تكون، لأن راهو مت يعني أوامر باش ندونوا ولا نديروا 20 فيلم في السنة. أنا نظن ما كانش رئيس اللي جا يعني وخدا هذا القرار هذا. سي عبد المجيد تبون يعاون بزاف الفنانين، لأن أنا نظن باللي هو في حد ذاته فنان.